شايف ان الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله بعد التاهل الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه ان شاء الله الاهلي يعني بعد التاهل ان شاء الله عندنا هيواجه الفائز من الترجي او بلوزداد. بلوزداد الاقرب على الورق وبالنتيجه بلوزداد الاقرب، لكن الترجي عنده لقاء على ارضه في تونس، فرقه الترجي مش سهله في تونس، تظل فرقه الترجي اللي بدات الموسم الحالي مع معين الشعباني بمستوى مهزوز جدا. فرقه الترجي بدات بمستوى مهزوز لولا الانتدابات اللي حصلت في يناير الماضي. معين الشعباني بدا يعمل انتدابات، جاب خالد عبد الباسط من مقدونيا، رجع انيس البدري، موجود المرزوقي اللي كان قادم من الصفاقس، اكتر من لاعب موجود في الفريق، حمد الهوني اللاعب الليبي الخبره الكبيره في صفوف فرقه الترجي، دول بداوا يدوا شكل لفرقه الترجي. فرقه الترجي سافرت الجزائر بتلعب شباب بلوزداد. عايز بقى اتكلم مع حضرتك تحديدا عن فريق شباب بلوزداد. فريق شباب بلوزداد فريق ماشي بخطى يعني ثابته من بدايه الموسم في البطوله المحليه في الجزائر. الفريق لعب دوري ابطال افريقيا بحماس شديد جدا، عنده شركه مدار، الشركه اللي بترعى الفريق بتصرف على الفريق بشكل مميز جدا. لعبوا في دوري ابطال افريقيا، كان عندهم لقاء واحد وهزيمه واحده. اي حد هيجي يتفرج في دوري المجموعات هيلاقي فرقه شباب بلوزداد خسرت 5 من سان داونز، هيقول لا دي فرقه بلوزداد فرقه ضعيفه، لكن السبب الرئيسي وراء الخساره ديت المفروض كانوا يستضيفوا فرقه سان داونز على ارضهم في الجزائر. الهيئه العلميه في الجزائر رفضت استضافه فرقه سان داونز لانه فرقه قادمه من جنوب افريقيا وكان في سلاله من الكورونا موجوده في جنوب افريقيا، فرفضوا استقبالهم في الجزائر ولعبوا اللقاء في تنزانيا. فرقه بلوزداد سافرت الى تنزانيا في ظروف صعبه جدا، في اجواء صعبه، في درجه حراره مرتفعه، لعبوا مع سان داونز، اتطرد منهم لاعب في بدايه اللقاء وبدا الفرقه انهارت بشكل كبير وخسروا 5-0. لكن بره اللقاء ده لا، هم لعبوا مع الهلال، قدروا يتعادلوا مع الهلال هنا وهناك، اتعادلوا مع مازيمبي في الكونغو الديمقراطيه، غلبوا مازيمبي على ارضهم. فرقه بلوزداد لا، فرقه لها شان، فرقه يعني قويه، يعني قدرت تكسب الترجي حامل اللقب بطولتين متتاليين قبل كده 2016 2017. لا فرقه بلوزداد مش هتكون برضو فرقه سهله، ان شاء الله الاهلي هيتاهل من جنوب افريقيا. الاعلام في جنوب افريقيا شايف الوضع ازاي ما بين الاهلي وسان داونز؟ الاعلام شايف ان هو في تكتل، يعني في بعض الجماهير كلها بتحب بيتسو، بعض بعض الانديه المنافسه لسان داونز اكيد يعني بتشجع الاهلي. دي حاجه متواجده في يعني في كل الدول في افريقيا تحديدا. الخلاف بقى والحرب اللي كنا بنتكلم عليها اللي بين بيتسو مسيماني وبين مانكوبا، خلاف كبير جدا، الاثنين اشتغلوا مع بعض قبل كده والاثنين حصل بينهم خلافات كتير قبل كده. حرب التصريحات اللي اتكلمنا عليها اللي بدات من شهور، حرب التصريحات اللي بدات من بعد اللقاء. الاعلام شايف ان اللقاء هيكون ان سان داونز عنده فرصه تعوض،